حياتي لأنك أنت ضيف معي بقصة حياتي، وكمان أنك فنان عظيم ومحطك بقلبي جوا ما فيك تتصور قديش كبير. يخلي لنا إياكي، تبشيني والله لو تعرفي. سعي قالوا لي انه ما لازم اعمل كثير هيك. ها انت تقلشني، انت تقلشني يا حبيبة قلبي. يعني لما يعني خبرتوني مشان مشاركه بهالبرنامج، ما عندك فكره فرحتي قديش كانت كبيره، وما عندك فكره قديش ممكن تكون زعلتي كبيره لو تجاوزتوني وما قلتوا لي. لا كون لانه فخر كبير لي، شرف كبير لي انه كون يعني جزء هالقد من ذكريات الصبوحة، من ذكريات هذه الأميرة. يعني هو الواحد عيب يحكي قدامك، لازم يحكي بفاكي عنك قدامك، بيتحشم بيقول يا يمكن عم يبحبح لأنها موجودة. بس إذا بدها تنذكر الأمارة بتنذكر فيك حبيبي. أنت يا حياتي الله ما يحرمني منك. يخليك أنت الفنان العظيم. يعني بتذكر فرحي الكبير أول مرة عملنا عقد اللؤلؤ وقت أنتاج، إذا بتذكري الأستاذ نادر أتاسي. ايه وقتها على اساس انه فكروا يا ترى بطوله الصبوحه يا ترى بتجي ما بتجي، بتقبل ما بتقبل. ونحن يعني انا بقول ما معقول، كيف بدها تقبل تشتغل مع دوريد ونهاد الله يرحمه؟ كيف ممكن يعني احنا ثنائي، خليني اقول على باب الله بالستينات طول عمرك عظيم. لكن لما اجى الاستاذ نادر اتاسي وقال لي وافقت الصبوحه على المشاركه بفيلم عقد اللؤلؤ، يعني انا وافقت لانك انت فيه نطيت على الحيطان. يمكن لمرتي لك يا هالة صبوحه وافقت، يعني كان حلم انه نشتغل وما زال هذا الحلم موجود. ها انا مدين لك باني لك شكرا. ليش؟ ما عندي شيء ثاني يعني وفيكي غير لك شكرا، لانه لولاك في ذاك الفيلم انا ما انطلقت انا والاستاذ نهاد. لا انت لا حقلك ليش، حقلك ليش، حقلك ليش. انا وقتها كان اول فيلم لنا، ما عندنا فكره عن السينما، ما عندنا فكره شلون بيصوروا السينما، ما عندنا فكره انه بتصور شوت شوت مثلا. في بعض التعابير انه والله اكشن وستاند باي وراكور وطلع يمين وطلع. ما بنعرف هذه الامور. جينا فعلا غربة اذا بتذكري تصور باستديو بعلبك الداخلي تبعه. انت اخذتي بايدنا وقتها، حسيتي انه نحن حاسين بغربه، مش بغربه بلبنان، بغربه مع السينما. فاخذتي وقتها بايدنا وتقولي لي دوريد هي معناتها هيك، هي لازم تعملها هيك، هي لازم تسويها هيك. حسستيني انا براحة، كنت مؤمنه فيك براحه ما معقوله. ولولا حسستينا بهالراحه بتهيألي كنا وقفنا عند ذاك الفيلم وما استمرينا. فبرجع بقول لك شكرا، لانه فضل كبير إليك كان وما زال. وإذا هذاك الوقت فرحت كثير إنك وافقتي، وما زال الفرح عندي لهذه اللحظة. وكان معي حق، لأنه لحد هلأ ما في مثلك، ما إجا مثلك. الله يخليك. ولا إلك بعد عمر طويل بديل أبدا. عيوني يخلي لي إياكي. قدنا عملنا المليونيرة كمان، مش هيك؟ مليونيرة ونهر الوفا، وعملنا وعملتي ضيفة شرف في فيلم فندق الأحلام وقتها كمان. طبعا يعني كنت تطرزي هالافلام بوجودك، سواء ضيفة شرف او وبعدين كنت وفي انك عملت افلام مع هويدا كمان مع بنتك. صحيح، زوجتي من الهيبيز. يا ريت كملت مثل القمر كانت بالفيلم. لهون وصلت معك ولا؟ انا بدي امشي، ما بعرف شو بدي احكي، كل كلام الحب اللي تعلمته من الافلام نسيته بهاللحظه. انت قلبك طيب وابن حلال. يا ريتك امي. ليه؟ لانه القرد بعين امه غزال. على العموم انا مش هنساك ابدا. انا معقول انساكي؟ قولي على حظي. اديوس. كمان انا هربت مع حبي لك ولا استاذ وديع ولا عصام حموي. يعني وقتها انا لقيت الموضوع انه مش كثير مناسبني الي. يا مو بس هيك، هو 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 حلو المكان. ايه ايه يعني بس في حلو المكان انا اروح اقعد فيه مثلا اتغدى اشوف احبابي. مزبوط. بس ما بيصلح يكون لعمل مسرحي. يعني صار ممثل فوق عند النهر، عند النهر وممثل ثاني، ولا ضيوف العالم تعمل هيك لانه في شجر بوشة. وانا جرب
اوف لقي الدفدعة عم تقول اوف اطول من اوفتك كانت عم انا بذكر لما كان بظن المايسترو كان وقتها الاستاذ وليد غلمية وعاملين وقتها تخت خشب على النهر والاوركسترا فيه والممثلين فوق الجمهور ساعه يعمل هيك ليشوف هذا الممثل ساعه يعمل هيك لانه في شجر وفي اعماق انا بذكر انه ثاني ثالث ليله الضفادع تعودوا صار مجرد الاستاذ وليد يعمل هيك بده يقول لهم الاوركسترا واحد اثنين ثلاثه يبدو الضفادع معه راسا اخذوا على الحاله الفنيه انه بس يعمل هيك معناتها هي الفرقه تبدا والف ضفدع يا ساتر على اول ليله تاخروا لبدو ما كانوا عارفين ما عارفين بعدين صاروا ابدا على عصايه المايسترو يبتدوا معه مزبوط انا كرب القوف كروا اكثر برضه سعادة يعني تصوري مره قدام نهر بالليل وما سمعتي ضفدعه تحسي بوحشه غريبه تحسي بوحشه لا هونيك بس زادوها هن وقت هدول الضفادع زادوها يعني هلكونا بس هلا عارف صار هونيك حلو حلو هيك لمنوعات كمان مش لمهرجان ايه صراحة يعني ايه. مش لمنوعات اوكي بس مسألة تمثيل وممثل بده يتحرك واصلا الممثل اذا ما شفتي تعبير وشه بيفقد كثير من اهمية الاداء تبعه هون مش عم بتشوفي وشه مش قادرة تشوفيه وانت قديش نجحت شغلي معك لانك انت كمان حطيت ايدك بالشغل صحيح محمد سلمان الله يرحمه كان مخرج مهم وكل شيء بس انت كنت من اول حياتك عقد الله يخليك تقبشيني في بدي اذكر شغله اذا بتسمحي لي يمكن نسيتيها حضرتك يمكن اي نسيتيها مش لانك ذاكرتك بها شيء لا سمح الله لا ذكرتك عظيمة بس لأنك إلك موقف يومي مثل هذه المواقف فشو بدك تتذكري لا تتذكري أنا بذكر مرة كانت مسؤولة عن برنامج أنا بدمشق اسمه خيمة حماد أيام الأبيض والأسود وقتها اتصلت بحضرتك وقلت لك أنه تشاركي بالبرنامج كيعني الفيديت الأولى فيه وطبعا انت راسا الايه على لسانك على طول يعني بتجبري بخاطر الكل لا انت ما في تاخر جد والله وكانت بالاستوديو وكان دنيا شتاء بتذكر اتصلتي فيه بعد الظهر على الشام قلت لي دريد انا مش قادره اجي لانه طريق ظهر بيدر تسكر بالثلج وفعلا هيك كان وقتها انا وقتها قلت لك يا ست صباح ما عندي نجمه مهم بالبرنامج غيرك بتذكر انا قلتي لي ولا يهمك لو مشي بدي اجي وجيتي وقتها عن طريق مرج عيون وصرتي الساعة 10 بالليل يا لطيف ما قطعتي ست ساعات سبع ساعات تحت الثلج والمطر بأسوأ الظروف بس كرمال قلت لك انه ما عندي لا تعرف قديش بحبك لا وتحبي فنك لأنه توقشيني هلا يعني الله يخليك هلا اللي عم يطلعوا جديد مع احترامي لبعضهم مش لكلهم يعني اذا كان قال هيبي لك انا مريض واسمحوا لي وما في شغلة تانية مثل هاي أنا أذكرك فيها أنا أعمل لك نسياني لأنه فعلا أنت إلك موقف يومي طيب مع الناس ومع الفنانين ومع فنك بعدني لهلا أقول لك إلك موقف يومي شو بدك تتذكري تتذكري بذكر مرة كمان كان في حفلة بدمشق بمناسبة وجيتي وقتها واتصلتي بالتليفون بمعد الحفلة وقلتي له أنا صوتي كتير تعبان ما قادر يشارك وفعلا كنتي مبحوحة بالآخر كان صوتك قال لك بسيطة لا تجي إذا هيك الوضع قلتي له لا أنا بالشام وجيت وبالأوتيل أنا فقال معقولة طيب ليش جيتي إذا ما حتقدري تغني إنه حتى ما تفتكروا مثل ما الفنانين اللي بيتدللوا انه والله انا مبحوح انا امبارح اخذ سفقه برد وكذا وما قادر جيتي تتقولي وتحضري وتقولي انه انا مبحوح صوتي هيك وليلتها بذكر تماما عنتي اللي بدك تشاركي بالحفله وتغني وانت مبحوحه مشان اكراما للجمهور ما يقول انه والله تدللت صباح او شافت حالها لا بدي اجي واثبت للجمهور انه انا هيك وطلعتي على المسرح وغنيتي غنيه واحده وصوتك مبحوح رايح والجمهور زقف لك تصفيق مو طبيعي على هذا الموقف ولما
اجى المسؤول المالي بيدفع لك العقد، ما قبلتي تاخدي ولا قرش، انه انا ما غنيت. يا عيش صباح يا. ايوه ايوه والله ايوه. قلت له لا انا ما لا لا لك جيتي وغنيتي؟ قلت له لا انا جيت اقول اني انا مريضه. هلا حكينا قصص كثير وذكرتني بقصص كثير، ما نشوف نحن اشتقنا لك، شو عم تعمل هالايام؟ مش عملنا مسلسل ولا شيء؟ قاعد عم بحكي انا وياكل. هذا أهم شيء. لا بدي أذكر شغلة، اسمحي لي يعني. بدي أذكر شغلة هلأ صارت، هلأ ما ندخل لهم. صحيح؟ إيه. قلك لهقلك يا شو، قلك شو. السنة الماضية أنا كنت في بلد عربي، اسمحي لي بس ما سمي. إيه. لا البلد ولا مين الفنانة. وكان في على أساس لقاء بيناتنا، نسجل لقاء الساعة 12 الظهر. أنا بحب المواعيد، بحترمها كثير. رحت 12 الا خمسة كنت موجود. حضرتها شرفت واحدة وربع. ضليت انا قاعد ومقهور. ايه. يعني مش مقهور، زعلان على حالي، زعلان على اللي ما بيحترموا المواعيد. فبس استنيتها مشان تجي، ولما اجت قلت لها انا اسف ما بسجل ومشيت. بدك ليلك؟ لا يا حلو درس. الساعة 12. درس حلو. فانا كثير كنت سعيد لما جيت ولقيتك انت سابقتيني. لا حبيبي انت ولا وجهك. يعني هذا قديش في حس احترام الآخر. أنا قلت له وعيد بكير، وقلت له لا اوعى يقوم ينطرني دقيقة، بدي يكون قبله، بدي استقبله كمان بقى. يعني مثل ما قلت لك انه لازم ما تكوني موجودة هلا هون مشان نقدر نحكي عليك بحرية. حبيبي انت جاد، وتضلي أميرة بالفن وأميرة بالتعامل وأميرة بكل شيء. وانت كمان، انت كمان. وبعرف تمام مواقفك، مش مع الفنانين كلهم مواقفك هيك، مع الإنسان بشكل عام مواقفك هيك. بحييكي من قلبي الصباح يا شو حرورتنا حبيبي، يلي بشوف بصوتك. أنا بحب التراث كثير على فكرة. إيه. بيطير عقلي. ما هو التراث أهم شيء. بيطير عقلي بالدنيجنة والدلعونة والعتابة وال. اعذري ليش؟ لأنه التراث منين جاي أهميته؟ معلش إذا تفلسفت. ولو احكي لي بدك إياه. فأهميته بتجي من إنه يعني مثلا هاي الغنية حافظينها من جدود 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 جدودنا. يعني مثلا الناس فلاح زارع موسم قمح، اجا موسم عاطل، مطر ما نزل، او اجا فيضان اشله رزقه، وقف بشكل هيك طبيعي وغنى غنيه عبر عن وجعه. صحيح. هاي صارت تراث، صارت عظمه. ما غناها ليبيع على اذاعه او يتزلف فيها لمسؤول او يمدح. فمشان هيك هذا التراث عظمته من صدقه. صحيح. وانا بشوف بصوتك وبالاشياء اللي بتقوليها عبق هذا التراث. الحمد لله. عبق. نحن الحلو تراث سورية واحد. ريحته العظيمة بشوفها فيكي انت. والله ما يحرمنا منك، لانه مش حيجي مثلك بقى. خليك اياك. واهلا وسهلا فيك، نورت. حيصير فينا مثل بيت فستو، نحن بتعرفيهم بيت فستو؟ عنا. لا جد والله جد، برجع بقول انه الواحد لحتى يقدر يحكي بحرية عنك لازم ما تكوني موجودة. لانه احنا عنا بيقولوا انه بس اثنين يمدحوا بعض بيقولوا انه بلشوا بيت فستو. لا لو انت مش حقيقي هالكلام اللي عم تقوله انا بشكرك طبعا. يخليكي. ما كنت تقبل، ما كنت تقبل تجي، بعرفك. لو ما انت مؤمن بالصبوحه ما بتجي. بزعل لو ما قلتوا لي. انا مش مؤمنه فيك كمان. ما بتكون معي هلا. ما عندك فكره شو بنقهر لو جوزتوني بهي المساله؟ لا اعوذ بالله، اعوذ بالله. اول شيء قلت له لفادي، قلت له بدي استاذ دوري. يخلي لي اياكي. اهلا وسهلا فيك. بيا القامه وبيا العين.